شوف هاد الناس الزارونينا تخرج واحد من قرقب شو الزارين هاد الحاله هادي تكرفص علينا وكانوا راكبين معنا هلالات وكانوا راكبين معنا الناس السيد كاع كانت راكبه مع واحد السيده حامله تخلعات راه مسكينه مشات للدار وكانوا راكبين العيلات ولا الغوت ولا الصداع ولا الهرات وهاد تكرفص علينا اللهم انا هذا منكر هاد القنت هذا راه ما عرفناش حنايا واش جايين اليومين هاد القنت اللي خرج كيبان لي على الطاكسي كيخرج على الطاكسي وهاد الناس هادو الله ياخذهم الحق الحركه الضعيفه هو الطاكسي هذا هو اللي خرج كيتكربص عليه اي واحد خرج كيتكربص لان الطاكسي كيدير ليه الخدمه بابور كيجيب قل ثمن يجيبو كيخرج هو يتكربص عليه هاد الناس هادو خرج من قرقب ديال الخلا عنده ما بين 19 ل 21 عام خرج هاز حديده كيتعرض على الطاكسي خصوصا على الطاكسي ملي كيضرب لا الطوموبيل لا والو على الطاكسي كيضرب ليه الزاز كلشي الناس الكليان ضربوا هربوا كلشي هرب الغوط ولا شنو الغوط ولا ناهي لا منتهي الناس كاع كيسولوا فيه لا القهاوي ولا الناس اللي باركين في القهاوي ولا كلشي كيسولوا فيه تا واحد ما قادر يهضر معاه لان الا انت يهز حديده ورسكم والسريع بحال ما كاين ما كاينش هو ربكم الاعلى استغفر الله العظيم المطلوب هذا السيد خصو يتسد باش يكون عبره لواحدين اخرين يتسد باش يكون عبره لواحدين اخرين حنا ما كنت حنا ما يخلص لي يخلص يخلص راسو انا ما يخلص لي المهم يتسد باش يكون عبره لواحدين اخرين باش هو يكون عبره لواحدين اخرين لان واش اللي جاي بدا يتكرفص على هاد الناس ما يمكنش ولا سيبور الطاكسي هو المحكور في هاد البلاد راه سيبور الطاكسي هو مواطن اللي كيخرجوا على اللي خرج يبان كيتكربص على سائق سياره الاجره حسومه تراعيب